طب بيحضرني بالكلام اللي بتقوله، بيحضرني حاجه كان طبعا الفنان الكبير توفيق الدقن، لما قريت هو كان طبعا فنان وبعدين كان عنده لعب كوره، وحد من نادي الزمالك قال له تعال احترف، يعني الكلام ده من زمان جدا، فقال لهم لا انا فنان وهفضل طول عمري فنان. انت بقى السؤال، لو تخير ما بين انك تكون كنت لاعب وتخش في كارير اللاعبين وتوصل لمرحلة احترافية، يعني تاخد الكارير ده، ولا تختار انك تكون فنان وتاخد كارير النجاح؟ بمنتهى الامانه، لو لعيب في الفن النادي الاهلي ابقى لعيب كوره، بجد؟ لو في النادي في الاهلي، النادي الاهلي لو بس. رجع بيك الزمن تختار ان انت تكمل كلاعب بس النادي الاهلي، النادي الاهلي لو هلعب في نادي تاني لا. امال يعني امال ليه رحت نادي تاني؟ رحت، لا انا رحت بعديها، انا بعديها رحت نادي الزمالك لعبت 3 سنين، ورحت نادي الصيد لعبت 3 سنين، والشرقيه للدخان، رحت شاي الدخان صح سنه، رحت وحتى في الصيد اتعرفت بقى على مودي، على محمد فضل، محمد من اكتر الناس يعني اصحابي، اخويا يعني، وعلاقتنا هي بقى لها 25 سنه مثلا او حاجه. ان شاء الله. انت وانت صغير بتبقى برضو يعني هو شرف كبير ان اي حد يلعب في الاهلي او الزمالك او الانديه كلها يعني طبعًا. كبيره، اكيد. لكن انت بتبقى لسه بتتفرج يعني، حتى ولسه بتتشكل. حتى لما رحت نادي الزمالك وانا عندي 12 13 سنه، بس اكيد باباك كان معارض يا احمد صح؟ يعني لا 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 لا، اصل هي رياضه برضو في الاخر. وانت الاهلي يعني النادي الاهلي مشاك، يعني انت برضو طفل والنادي الاهلي مشاك، فرحت وانت برضو ساكن في الحته، يعني انت هتروح الاهلي او الزمالك، مقاولين كان بعيد جدا. طبيعي، مع كل الاحترام كل الانديه، كمان نادي الزمالك نادي كبير يعني، طبعا نادي منافس، لكن من الانديه الكبيره، ليه لا انه تروح النادي الزمالك بس فضلت اهلاوي يعني. دي اللي كانت غريبه، لان انت وانت صغير برضو سهل قوي، وخصوصا انا اتعاملت مع ناس محترمه جدا في نادي الزمالك، يعني كان كابتن ياسين مصطفى وكابتن علي شرف الله يرحمه طبعا، فالناس كلها اللي كانت بتتعامل معايا وكانت عارفين ان انا اهلاوي وجاي من النادي الاهلي، بيحترموا يعني، كانوا عارفين مدى حبك للاهلي ومدى تعلقك يعني. كابتن علي شرف مره قال لي كلمه انا فاكر، بص انا كنت طفل ازاي، لان الراجل ده كان راجل محترم قوي الله يرحمه يعني، قال لي مش فاكر حد سالني انت اهلاوي ولا زملكاوي، فانا عطلت يعني خايف برضو عيل صغير يعني صغير طبعا، قال لهم محدش يسال طفل السؤال ده اطلاقا، بس كان تعامله معايا برافو عليه. طبعا لما تعامله معاك ان انت لو كنت كملت وصلت لحد ما تلعب فيرست تيم خلاص كنت غصب عنك طبيعي، هتبقى طبيعي خلاص انتمائك اللي بتلعب الفانيلا اللي انت بتلعب بيها، لكن حبك بيبقى دايما لكن جوه. لفتك الكبيره انا لعبت في كذا نادي وانا صغير يعني، لا يعني النادي الاهلي زي ما انا فيه زي ما انا سايبه يعني، هو الاهلي يعني اللي بيحب الاهلي ده بتبقى حاجه. هو حبك ليه ما اتغيرش ولا اي يعني، ما انت ما شاء الله يعني معروف من حتى دلوقتي.